عبره. يا ابن صبره انا ابن صبره صبره شمس الزمان النواره. انا ابن صبره صبره شمس الزمان النواره. وجدي كان شيخ الحاره واهلي كل المصريين. ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا. ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا. وادي الحدود اللي تبعنا جايين والفين عيني يا عزيز على قلبي وعيني. قالت لي حبت عيني يا عزيز على قلبي وعيني. لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك. لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك. ولا تطفي عمود النور ولا تشهد كلمة زور. والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار. والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار. وان شفت غريق محتاج اوعى تخاف الامواج. العمر ماهوش عمري والرزق ماهوش رزقين. يا ابني صبر. والعمل يا جماعه هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ لا طبعا مش هنسكت. طب وهنعمل ايه؟ هندور على اي دليل ممكن يثبت براءه ادهم. هندور عليه فين؟ دي مهمه البوليس وهم احرف مننا فيها. هم احرف مننا لكن ما عندهمش المعلومات اللي عندنا بحكم قربنا من ادهم واهله. حلو قوي كلامنا بس اكيد يا جماعه كلنا متراقبين وده هيصعب حركتنا. اطمن يا كريم ان شاء الله هتتدبر. المهم دلوقتي نبدا ندور على اول الخيط اللي هيوصلنا لادهم ودليل براءته. يا باشا ما تقلقش معاليك. لا 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 الموضوع ده منتهي تماما. طبعا بص معليك الورق ده كله عند محمود بيشمس على مكتبه وهيجيب الواد ده. هيجيب الواد ده ما تقلقش. تمام معليك. سلام يا باشا. مع السلامه يا سهام. سهام خرجت الساعة كام؟ مش فاكرة بالظبط بس خرجت بدري. ما قالت فيك الشرحة فين؟ لا ما قالتش. طب روحي عند سيدة. يا ترى هتكون راحت فين؟ معقولة تكون راحت له العيادة؟ يبقى لازم البس عليهم. لا 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 يا سيف. اهدى. كل حاجة هتبان بس واحدة واحدة. كنت فين؟ كنت عند الدكتور. ما كنتيش بترد على تليفونك ليه وانت عند الدكتور؟ انا اصلا كنت ناسي الموبايل بتاعي هنا. واي دكتور اللي كنت عنده؟ دكتور امراض البطنه.
مش هقولك بقى حاولني على فين. يا فزورة. ايه سيف؟ حاولني على دكتور امراض النساء. المفاجأة بقى دكتور امراض النساء قال لي ايه؟ سهام انا على اخري، كنت يا دكتور بتعملي ايه؟ سيف الدكتور قال لي ان انا حامل. ازاي؟ ازاي ايه؟ بقول لك انا حامل. وانا بقول لك ازاي؟ يا سيف انت اتجنن؟ حامل مين؟ من مين ده ايه؟ لا انت مش طبيعي. رد عليا يا بطلك دمي. سيف هيبقى عندنا ابن يا حرام عليك. مش مهم يكون عندي ابن. انت ايه؟ مش مهم اللي بطلك دمي مين. رد عليا. انت مجنون. انت مش طبيعي. لا انت عارف ان انا عقيم. اقعدي هنا. لا 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 انت كداب. الدكتور قالك انت بتغلط. انا ما بخلفش وانت عارف. الواد اللي بطلك دمي رد عليا. هقتلك. لا لا انت مش حاجه بعيده عن ربنا. انت مفتري. انا مفتري؟ قولك رد عليا. الواد ده ابن مين؟ رد. رد رد رد. الواد ده ابن مين؟ انت عارفه ان انا ما بخلفش. طيب مالك يا طط وشك قافل كده؟ يا ابني اضحك كده خلي ربنا يفكها عليك ولو ليوم واحد. معلش يا كيمو مزاجي مقرف شويه اليومين دول. اليومين دول؟ يا ابني من يوم ما عرفتك وانت قتل. انا مش عارف انا مصاحبك ليه اساسا. خد بقى يا سيدي ولع السيجاره دي وهتروق. انا قلت لك ما بشربش يا معلم. يا عم احسن وفرتها وشاحي حتى اليومين دول من السوق. اهو انت خليك كده. مالكش غير في السيجارتين والنفسين. الناس غيرك مش لاقي حتى حق رغيف العيش. ايه يا عم الجو ده؟ كل واحد يا عم بياخد رزقه. طالما احنا في الامان. بيس يا مان. امان؟ متهيألك. محدش فينا عايش في الامان خالص. انا كنت زيك كده ضايع. ما كنتش حاسس باي حاجه. لا يا راجل كنت بتشرب حشيش؟ انا كنت بشرب اللي قلع من الحشيش. اوعى كنت ضربت بالحقن. انا ضربت بالحب. حب؟ عارف يا كيمو؟ أنا كنت عايش في حلم جميل خلق جوايا موهبة الشعر، وما كنتش بكتب غير على أي حاجة غير الحب بس. كانت أحلى حاجة في حياتي. بس للأسف صحيت في الآخر على كابوس. كابوس فظيع. يا ساتر يا رب. خير؟ مفيش. حبيبتي سابتني وراحت اتجوزت واحد غني. اليوم ده بس حسيت إن أنا فقير وضعيف. ضعيف قوي. اكتئبت. بعدها قلت لازم أفوق وأبقى قوي. وبطلت اكتب في الحب واتجهت للسياسه. مره واحده كده اكتشفت اكيمو ان السياسه هي اساس كل حاجه. هي اللي ضيعت مني حياتي. هي اللي خلتني فقير. لو السياسه صح كنت لقيت شغل واتجوزت ما كانتش ضاعت مني. شفت اكيمو؟ لفه طويله بس هي دي الحقيقه. هي السياسه اساس كل حاجه في حياتنا. تصدق ان انا جسمي اشعر من كلامك ده يا طاهر؟ انت على اساس انك بتحس؟ يا ابني ما تحكمش على الناس بالمظاهر. انا واحد من الناس اللي بحب اضحك وهزر عشان اداري همومي. صدقني انا نفسي اتغير. تغير ليه يا معلم؟ انت زي الفل ونفسين وسجارتين. فل دبلان ملوش ريحه. اخيرا عرفت حياتك. تفكرني يا ابني مش عارف حياتي. انا عارف كل حاجه بس مع الاسف مش لاقي دافع ولا حافز يخلينا ان انا اتغير. يا انت طلعت ضلمه يا كيمو. بس بقول لك ايه، هدول يومين بنقضيهم لحد ما الواحد يموت. يا ساتر يا رب ما تفولتي في وشي. موت لوحدك. بقول لك ايه، فكك بقى من الجو الكآبة ده وتعالى بقى افرجك على ايه سايت بيعمل ابلود لافلام ثقافيه. انما ايه عنب او مراهق. افلام ثقافيه يا تفاهتك يا اخي. تفاهتي؟ على الاقل نشوف حاجه طريه بدل ما انا قاعد قدام وشك العكر ده. وبالنسبه لثوره التغيير اللي كنت عايز تغيرها في نفسك دي هتغيرها امتى بقى باذن الله؟ يا سيدي نغيرها بكره. على رايك. مش مشكله. طيب خليك انت في افلامك الثقافيه بقى وانا هقوم في بيت شعر كده جاي في دماغي هقوم اكتبه. الاقي عندك ورقه وقلم؟ لا الحقيقه ما بستخدمش الحاجات دي خالص. طبعا هتعامل اكيد انا الاقيه في اي حته. خش دور. يلا يا اخويا اعملي فيها ابن المقفع. قلت لك انا حاضر لسه سالف موضوع ادم.
مش هقدر اعمل لك حاجه يا علي. حضرتك احنا كده بنغلط غلط كبير وبنسيب الحياه تفلت من ايدين عشان نطيع الاوامر طاعه عميه. امال يعني عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني اسمع كلامك عشان يسحبوا الترخيص ويقفلوا الجورنان؟ والله انا عندي ننشر الحقيقه ونقفل بعدها احسن ما نفضل فاتحين لتضليل الراي العام والكذب عليه. دي مش رسالتنا يا استاذ. انت هتعلميني شغلي ولا ايه؟ انا اسفه، انا بس بفكر حضرتك وجل من لا يسهو. ما تفكرنيش، اتفضلي. جيل متسرع صحيح. نونو يا حبيبتي هتفضلي تعيطي كده على طول؟ ضميري بيأنبني قوي يا ماما. انت مالكيش ذنب يا حبيبتي في حاجه، وانت عملتي له حاجه، بعدين احنا عملنا اللي علينا والباقي مش بايدينا. يا بنتي خلي عندك ثقه في الرب. ترى يا ادم عامل ايه دلوقتي؟ جعان عطشان، لقيت مكان امان ولا بتجري في الشوارع عمال تستخبى من كل حد؟ يا بنتي اطمني، طالما ما جاش خبر بالقبض عليه هيبقى عايش وبخير وفي حته امان. احنا لازم نلاقيه يا بابا، لازم نلاقيه ونساعده باي طريقه. طبعا يا بنتي، بس هنلاقيه ازاي؟ هو اكيد اتصل باهله يطمنهم عليهم ويقول لهم مكانه، صح؟ احتمال برضه يا حبيبتي. خلاص يبقى انا لازم اروح ازورهم واطمن عليهم واعرف مكانه. ما تعقلي يا حبيبتي، احنا مصدقه انك خرجتي من دايره الخطر. دايره الخطر دي انا اللي كنت فيها ودخلت ادم معايا، وبعد ما ورطته اسيبه فيها لوحده؟ يا ولع يعني. لا 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 طبعا يا بنتي، بس انت يعني هتروحي تعملي هناك ايه عندهم؟ اسال عليهم، ده ابسط حقوقهم عليا. مش كفايه حرمتهم من ابنهم وضيعت مستقبلهم؟ يا بابا عشان خاطري ما تمنعنيش ان احاول اكفر عن ذنبي باي طريقه. روحي يا بنتي، ربنا معاك. معقول اللي انا شايفه ده؟ طاهر، ولا يا طاهر انت يا زفت؟ في ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ بص، مش ده الراجل الامريكاني اللي قتله ادم؟ هو، بس يخلق انشام 40. 40 ايه يا ابني؟ هو ده، انا متاكد ان هو الراجل. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه خطير جدا. الحمد لله بعد ما وقفنا النزيف بقت كويسه، بس للاسف فقدت الجنين. الحمد لله على كل حال يا دكتور. هي وقعت ازاي؟ زحلقت على السلم فوقعت. بعد اذنك. ايه في حياتك يا مدام؟ انت اللي جابك هنا؟ اخرج بره بقى، اخرج بره. حاضر، هخرج بره، بس انا ناوي اخرج بره بقى من حياتي كلها، لاني ناوي اطلقك عشان ما عنديش استعداد اكمل حياتي مع واحده كانت بتخوني. ومع مين؟ مع صاحبي وحامل منه. شو ممكن تكون طبيعي؟ انت مجنون، اكيد انت مريض. اه ما هو طبيعي طبعا، لازم تصيطيني وتقول عليا مجنون، لانك مش ممكن هتعترفي بخيانتك وهو سخدك. بس انا بقى عارف كل حاجه، عارف ان انتوا كنتوا بتتقابلوا في العياده من ورايا، ده غير المره اللي قفشتك فيها. تنكري ان رقم تليفونه لسه على موبايلك؟ ايوه، عشان صاحبك. صاحبي ولا صاحبك يا واطيه؟ اخرس بقى، اخرس اخرس. لأن خلاص انت ما بقيتيش تلزميني اصلا. ورقه طلاقك هتوصلك اول ما هتخرجي من هنا، لاني مش هينفع اكمل حياتي معاكي. عارفه ليه؟ لان راجل متربي ونضيف، مش واخد على الوساخه. فو لك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يلا يا قمر، عارفين هنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه، اغسل ايديا واغير هدومي والبس البيجامه والشبشب. الشبشب يا بابا. شاطره يا حبيب قلبي بابا. يلا بسرعه عشان نتعشى. يلا منال،
منال! منال! في ايه يا حبيبي الهوليلة اللي انت عاملها دي؟ ايه اللي انت عاملها في منظرك ده؟ مفيش، كنت زهقانة فقلت اعمل حمام كريم. حمام كريم؟ هو ده بس اللي انت فاضية له ومركزة فيه. مالك يا هشام، انت عايز تضرب خناقة وخلاص؟ لا مش عاوز اتنايل اضرب خناقة. امال في ايه؟ بنتك يا هانم. مالها هايدي؟ المدرسة بتاعتها كلمتني واشتكت لي ان البنت انطوائية وخجولة وما بتتكلمش مع حد ولا بتلعب مع العيال في المدرسة. تاني انا مش فاهمة الست دي عايزة ايه، دايما كده عاملة من الحبة قبة. يعني قالت لك قبل كده؟ قالت لي بس ما ركزتش، يعني عشان انا عارفة ان بنتنا بتتكسف حبتين. في فرق كبير قوي ما بين الكسوف والانطوائية يا هانم. يعني عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ لازم نعرف السبب والا البنت هتطلع مش طبيعية ويبقى عندها خلل في التعامل مع الناس. عادي يعني، ما كلنا كنا بنتكسف واحنا صغيرين. بقولك المدرسة هي اللي قالتلي، يعني مش عادي، ده شيء ملحوظ جدا لدرجة انها لاحظت وكلمتني قالتلي. والله كله بسببك بقى. بسبب انا؟ ليه؟ علشان حضرتك استخسرت تدخلها حضانة كويسة ودخلتها حضانة على قد الايد. على فكرة بقى الحضانة اللي هي فيها كويسة، انت اللي ام مش كويسة. انا مش كويسة يا هشام؟ ايوة، وسطحية وتافهة وجهلة كمان. انا سطحية؟ وتافهة؟ دي حاجة؟ مش هتفرق. ايه يا حبيبتي؟ ايه روحي مالك يعني؟ مالك؟ انا خايفة، طول على طول كده بتتغنوا. معلش يا حبيبتي، معلش، احنا ما كناش بنتخانق ولا حاجة يا قلبي. احنا انت عارفة بس مامي وبابي صوتهم عالي قوي. معلش يا حبيبتي، حقك عليا يا بنتي، حقك عليا. والنبي ما تعيطي، والنبي يا حبيبتي ما تعيطي. انا ما اقدرش، ما اقدرش على اللولي ده. منك لله يا منال. بس يا حبيبتي، بس يا قلبي، بس يا قلبي. وحشيني قوي يا ادم، وحشيني قوي يا ابن عمري. عامل ايه يا ضنايا؟ الحمد لله تمام. وانت كمان وحشاني يا عم، وحشتوني كلكم. خلاص يا ست صبره، اطمنت على ابنك حبيبك وبخير اهو. يا رب زيح من علينا الغمه دي بقى وما نتحرمش من حضنك ابدا يا اخويا. ده احنا هنموت عليك يا ادم، اشمعنى انت اللي يحصل معاك كده يا اخويا؟ عشان اخوك راجل يا بط. وحشتيني قوي قوي يا ادم، مش عارفه اقول لك ايه. الحمد لله يا حبيبي ان انا اطمنت عليك قبل ما اموت. موت ياما، بس ما تشر عليك، تقوليش كده. شر عنك يا ضنايا. شفتوا بقى، لولا شغلي مع لولوس ما كناش شفنا ادم. لولوس ايه؟ وده وقته الرقاصه دي. الرقاصه دي بعدين، يوم الفرح. انا جايبكم النهارده يا جماعه علشان اعرفكم على ناس افاضل قمن، ناس بحبهم قد عيون اتنين. الحاج عوضين ابنه عوض، الحاجه ام البرين. اهلا بيك يا حاجه، خطوه عزيزه. يعز مقدارك يا اخوي، اهلا وسهلا. اعرفكم بقى بالامرايا صبحه. ما شاء الله ذوقك حلو قوي يا عامر. ده بس من ذوقك انت يا ست الكل. يا اختي ما شاء الله عليكي. وانت طمنا عليك، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. هنا احسن حاجه في الناس ان هما بيعاملوا الواحد باللي بيشوفوه منه، مش باللي بيسمعوه عنه. المهم انت عامل ايه؟ وحشنا قوي يا يحيى، وحشنا قوي. يلا واخد بالك من امك واخواتك ولا لا؟ عيب عليك، ده انا اخو ادم عبد الحي. انا خايفه قوي يا ادم، خايفه يكون حد مراقبنا واحنا جايين على هنا. هتقلقي ليه بس ياما؟ ما احنا واخدين حذرنا ولفين مصر كلها على ما نيجي هنا. يقدر حد يهوب ناحيه المزرعه هنا؟ انا عندي رجاله هنا تاكل الزلط. طبعا يا باشمهندس، ده احنا نفديك برجبينا انت والاستاذ ادم. سمعتوا رجبينا دي؟ ادم، ادم هتفضل قاعد كده ولا ايه؟ ما تخش تقول الموضوع بتاعي. طب يا حاج، احنا عارفين ان انتوا عيله محترمه وبنت حلال، ويشرفنا يعني ان خالي عامر يطلب ايد بنتكم. مش مهندس عامر راجل جدع، وانا يشرفنا نديله بنتي. يبقى نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه، توكلنا على الله. توكلنا على الله. اقرا صبحه، اقرا صبر اختي. عارف يا كيمو، ربنا كرمنا في الموضوع ده، هيفرق مع عدم كتير قوي يا ابني. ان شاء الله هتبقى الحل الاساسي يا رب. طاهر كريم، عليا كويس ان احنا لقيناك. ندور عليك. ايه في ايه؟ شكلنا كده، شكلنا كده قربنا من دليل براءة ادم.
انا اعتقد ان احنا لقينا الدليل نفسه. فهموني ايه الحكاية؟ عايزة تشوفي الدليل؟ ايوه طبعا. طب يلا بينا على مكتبي. يلا بسرعة. ست مؤاذن، ازاي صحيح؟ الحمد لله. ازيك انت يا فارس؟ ما تمرنيش بأي حاجة. ربنا يخليك كتر خيرك. الحمد لله على سلامتك يا هنا، وبركة انك خرجتي بالسلامة. الله يسلمك يا بطة. طمنيني على آدم، مفيش أخبار عنه؟ اطمني، آدم بخير والحمد لله. طب انتي تعرفي مكانه؟ ها؟ بصراحة؟ هو فين؟ مش هينفع أقولك. ايه؟ ايه يا بطة، انتي مخوناني ولا ايه؟ ولا خايفة أروح أبلغ عنه وأخد المكافأة؟ طبعا لأ، انا عارفه انك اكتر واحده بتخافي عليه وبتتمني له الخير حتى يمكن اكتر مننا، بس انا حلفه على المصحف وما ينفعش اقول لاي حد مهما كان. حتى انا يا بطه؟ معلش يا هنا، ده اامل لك واامل له. ماشي يا بطه، بس خليكي فاكره هنا. خلاص بقى، انا هقول لك بس وحياه ابوكي ما تجيبي سيره لاي جنس مخلوق. والله العظيم ما هقول لحد خالص، ويقطع لساني لو جبت سيره لحد. ادم في المزرعه اللي بيشتغل فيها خالي عامر. طب يلا نروح له. نروح له؟ ما ينفعش طبعا، عشان انا اكيد متراقبه. طب انتي قولي لي مكان المزرعه وانا هروح له. هنا ما تندمنيش ان انا قلت لك مكانه، وكفايه ان انا طمنتك عليه زي ما انتي كنت عايزه. كتر خيرك يا بطه، بس انا مش هيهدى لي بال غير لما اشوفه بعينيا واطمن عليه بنفسي. انتي متاكده يا عليا ان انتي عايزه تشوفي الدليل؟ في يا كريم، مالك ما تنجز. اصل بصراحه اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا وانتي وطاهر نقعد نتفرج على حاجه شبه كده. لا وكمان فين؟ في الجرنان. بقول لكم انتوا الاثنين هتوروني اللي جايين توروهولي ولا سيبكم واقوم امشي؟ خلاص خلاص، بس انتي المسؤوله. خلاص يا كريم وريني. اتفرجها. يا نهار اسود، قله الادب اللي انتوا بتوروها لي دي. انتوا الاثنين اصلا مش محترمين، وانا غلطانه ان قاعده مع اثنين مراهقين زيكم. ايه يا هبله؟ اقعدي، ده الامريكي اللي قتلوا ادم. ايه ده هو بجد ولا انتوا بتهزروا؟ بعينه وشحمه ولحم. مين اللي معاه دي؟ واضح انه مريض وكان بيجيب ستات يصورهم من غير ما يعرفوا، واكيد دي واحده منهم. معنى كده ان في فيديوهات تانية لناس تانية؟ اكيد، انا قلت كده برضه. طيب وانتوا جبتوا الفيديو ده منين؟ إيه؟ انا جبته من على النت، في حد عمل له ابلود. طب ما عرفتوش مين الحد ده؟ ده اكيد الحرامي اللي سرق الهار ده او حد تبعه. صدقني تفكيرك شبه تفكيرنا، انا وطاهر فكرنا كده برضه. طب بصوا بقى، ركزوا معايا، احنا لازم دلوقتي باي طريقه نوصل للي نزل الفيديو ده على النت، لان ده اول الخيط لبرايه ادم. حصل، وطاهر بينفذ، وفي خلال ساعات هنجيبه. برافو عليكم، انتوا كده بتفكروا صح. طاهر هتعرف تجيب الاي بي ادرس؟ ان شاء الله هجيب امه لبراءه ادم عبد الحي. ما تلاقيش الواد طاهر ده جامد قوي، بس المهم الموضوع ده يفضل سر بينا، فاهمه؟ لغايه لما نلاقي الراجل. ما تقلقش، دي مساله حياه او موت، واظن يعني ان حياه بريء زي ادم تهمنا كلنا. معقوله يا هنا قلتي لابوكي كده وشنعت على نفسك وعلى ادم عشان توقفي جوازك من الديسي؟ اعمل ايه بس يا خالتي، ما كانش في قدامي غير كده عشان احافظ على حبي لادم. الدرجات دي بتحبيها هنا؟ ما كنتش عارف اني بحبه كده، لانه بيجري في دمي. انا وادم تربينا سوا، كنا بنلعب سوا ونتخانق سوا. انا وادم واحد، ما ينفعش ان اسمه نصين. يا بخت ادم بحبك ليه. طب وانت جايه لنا كده ومش خايفه من ابوكي؟ ابويا راح يجيب حاجات للمحل، وانا انتهزت الفرصه بقى عشان اجي اقعد معاكم شويه، اصلكم وحشتوني قوي. والله وانت كمان وحشتينا قوي، وانت لما كنت في المستشفى كنت بدعي لك. انا مش عايزه اقول لك غلاوتك عندي قد ايه، زي بطه وساميه بالظبط. لا يكون ابوكي رجع وعرف انك عندنا وجاي يتخانق معانا. تعالي خبيكي في اوضه ادم. تعالي تعالي. خير يا رب، خير، اللهم اجعله خير. قوم يا ساميه يا بنت، شوفي مين بيخبط. مساء الخير. مساء النور. ممكن اقابل الحاجه صبره والده ادم؟ مين حضرتك؟ انا اسمي نانسي جورج، وجايه اقابلها في موضوع بخصوص ادم. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. مساء الخير، حضرتك الحاجة صبرة والدة آدم؟ أيوة يا بنتي، اتفضلي. خير؟ أنا البنت اللي ابنك حماها ودافع عنها، تورط في المشاكل دي كلها بسببها. أنا من زمان وأنا عايزة أجيلك، بس الظروف ما كانتش مساعداني. أنت جاية هنا عايزة إيه؟ مش كفاية بسببك خربت حياتنا؟ إهدي هنا،
دي مهما كان دفع عندنا يا بنتي. انت هنا؟ انا من زمان وانا عايزه اشوفك برضو. وانا كمان من زمان عايزه اشوفك عشان احاسبك على اللي عملتيه فينا. انا ما عملتلكيش حاجه، انا اتحطيت في الظروف دي غصب عني، انا كمان ضحيه زيك صدقيني. بس انا مش هسيب ادم، انا هفضل معايا مش هتخلى عنه، هشهد بالحقيقه وهفضل معاه لغايه اخر لحظه في عمري. يا ريته ما كان شايفك ولا عرفك ولا اللي حصل حصل، اهو ضاع مستقبله وضيعنا معاه. انا مقدره مشاعرك بس عشان خاطري، عشان خاطر ادم حاولي يبقى عندك امل وفكري معايا نساعده ازاي. واحنا يا بنتي بس في ايدينا ايه نعمله؟ احنا ناس غلابه وعلى قدنا. ما تقوليش كده يا حاجه، لو عوزتوا اي حاجه انا عنيا ليكم. انا اسفه، حقك عليا يا حاجه، حقك عليا هنا، انا اسفه، حقكم عليا كلكم يا جماعه. وجاي لحد هنا برجليك؟ ايه مستعجل قوي على موتك؟ موتي في ايه يا سيف؟ ولا عملت لك ايه؟ لا شيخ، ملاك يا ولا ملاك، برافو، انت شطان وشرف امي يا امير، وشرف امي، لا خليكوا عبره لكل الناس. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده يا سيف؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت مش بس اتجننت، انت كمان ما بقاش عندك ذره ثقه لا في نفسك ولا في مراتك ولا في جنس مخلوق، انت اتجننت فعلا. فعلا انا خلاص اتجننت، واي مجنون لازم يدخل مستشفى المجانين عشان لا مؤاخذه يخللكوا الجو. يخلل الجو يا ابني؟ عيب دي مراتك. لا يا بطل، بطل لف ودوران، مش على سيف الحديدي يا وسخ. انا عرفت كل اللي بينك وبين مراتي، والجديد عرفت ان هي حامل منك عشان انا ما بخلفش. اللي انت بتقوله ده كله كدب يا سيف، كدب، ولا حرف من اللي انت قلته ليه اساس من الصحه. انت اكتر بني ادم في الدنيا عارف اللي مفيش بيني وبين سهام غير كل احترام. تقدر تقول لي كان بيجي لك العياده من ورايا ليه؟ عشان كانت تعبانه، كانت تعبانه يا سيف، كانت تعبانه. مراتك كانت بتشرب حشيش بسببك، حشيش. ضغطك المتواصل عليها ليل نهار خلاها تدور على اي حاجه تخرج من خلالها الكبت اللي كان عندها، وجات لي عياده عشان اساعدها، وجات لي العياده لاني دكتور نفساني يا سيف مش صاحب كباريه، وجات لي العياده انا بالذات مش اي دكتور تاني. عارف ليه؟ عشان مراتك ست محترمه ما حبتش تخرج اسرار البيت لاي دكتور تاني غريب. راو، المفروض ان انا اصدق الكذبه اللي انت بتقولها دي مش كده؟ مسك وشرف امي لقتلك انت وهي. لا مش هقتلكوا، لان الموت هيبقى راحه ليكوا، هسيبكوا عايشين كده، هحبيكوا، هخليكوا تتمنوا الموت كل لحظه. على الاول الحمد لله انت كويسه دلوقتي وممكن تخرجي النهارده لو حابه. الحمد لله يا دكتور، بس كنت عايزه اعرف عملتوا ايه في الجنين؟ محفوظ عندنا. طب من فضلك عايزه عينه منه. عينه ليه؟ عايزه اعمل تحليل دي ان ايه. بس التحليل ده لوحده هيكلفك 3000 جنيه. يكلفني زي ما يكلفني، التحليل ده متوقف على حياتي وشرفي وكرامتي. على فكرة أنا مش جاي لك النهاردة بصفتي ضابط. وإلا ما كنتش جيت لك هنا، كنت جبتك عندي. أمال حضرتك جاي بصفتك إيه؟ بصفتي إنسان حريص على تحقيق العدالة. ممكن أعرف حضرتك عايز إيه بالظبط؟
بصراحه كده انا عندي يقين ان في علاقه ما بينك وما بين ادم عبد الحي، وانك عارفه مكانه فين. انا لا طبعا، انا ما اعرفوش وما اعرفش عنه اي حاجه. تعرفي بدليل انك انت روحتي زرتي اهله وقعدتي عندهم اكتر من ساعه، ما تعرفيوش؟ بصي يا نانسي، انا عاوزك تطمني، انا مش ضده خالص، بالعكس قسما بجلال الله وحياه بنتي انا عاوز اساعده وحاسس ببراءته. اوكي، بس لو حضرتك بقى فعلا نواياك حسنه ما كنتش راقبتني. ما تنسيش ان انا ضابط شرطه ومهمتي ان اعرف الحقيقه، وبعدين لو انا نيتي سيئه ما كنتش كلمتك بالطريقه دي، دي كانت هتبقى طريقه تانيه خالص ومش هنا. بصي انا بعد ما اخرج من هنا هتسالي نفسك وتقولي الراجل ده جه هنا ليه وكان عايز ايه، وبما انك متعلمه ومثقفه مش هتلاقي غير اجابه واحده بس، ان انا بجد عاوز اساعده وبجد مؤمن ببراءته، وكمان يا ريت تقنعيه انه يسلم نفسه عشان نقدر نحقق معاه وننقذه، لان من غير تحقيق مش هنقدر نعمل له اي حاجه. بصي ده الكارت بتاعي، لو عرفتي اي حاجه عن ادم هيساعدني قوي لو كلمتيني. اوكي هكلمك. يعني تعرفي مبروك يا خال، انا فرحان قوي يا اخي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت فرحان. عقبال ليلتك يا ادم يا رب. ليلتي والله يا خال، كده شكلها مش باين لها ليله. انا حاسس ان انا عايش في ليل طويل مش باين له نهار. لا ما تخافش، النهار هيطلع وهتبقى زي الفل ان شاء الله. تعرف خال الزرع ده؟ اه. الزرع ده كله احسن من البني ادمين. ليه؟ عشان ما بيظلمش. الناس كلها بتقول عليا قاتل ومجرم لدرجه اني بدات اصدق محدش فيهم يعرف اي حاجه عن الحقيقه، وكله بيتكلم. حلو قوي المكان ده، كان نفسي اعيش في مكان زي ده انا وهنا. ان شاء الله لو في حته بيت من الطين، بس اهم حاجه نبعد عن المدينة. المدينة اللي ما بتعرفش الرحمة. ما تخافش يا ابني، ما تقلقش قوي كده. إن شاء الله هتبقى زي الفل، وربنا هيفك زنقتك، وهتبقى فل قوي قوي قوي. يا رب. بقول لك إيه؟ تشرب شيح بابوني؟ شيح؟ بابوني؟ طول النهار هيطلع؟ يا أهلاً وسهلاً يا أهلاً. أي خدمة؟ في الحقيقة في واحد كده اسمه مرعي جه هنا عندك كده وباع لك هارد كده بالغلط يعني. وبصراحة احنا كنا عايزين نرجع لك الفلوس اللي انت دفعتها فيه وعايزينه. ويا ترى بقى عايزينه فاضي ولا مليان؟ يعني ايه؟ يعني انتوا فاهميني كويس، ده انا بدور عليكم من زمان عشان اخد حق سكوتي على الجريمة اللي انتوا ارتكبتوها. انت شفت ال... شفت؟ ده انا شفت وسمعت وطمعت لما شفت المسروقات والساعات واللازم منه. بس ارجوك بلاش فضايحنا، يبقى تسمعوا الكلام عشان تاخدوا الهارد وتعيشوا في سلام. طلباتك 100,000 جنيه. ايه انت بتقول ايه؟ بس ده رقم كبير قوي. مش كبير ولا حاجه، ده انتوا سرقتوا وتسطرتوا على قاتل، ودي فيها بالقليلة 10 سنين لكل واحد فيكم. ده لو سبتت علينا التهمة. لا من الناحية دي ما تقلقش، الفيديو اللي عندي هيخليها تثبت عليكم بغيرها. ها فكروا كده وقلبوها في دماغكم يا غاليين، وانا تحت امركم. ماشي، ادينا فرصة بس ندبر لك المبلغ وهنتصل بيك.